ملكة جمال العراق سارة عيدان تجدد دعمها للكيان، فما القصة؟ أثارت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان الجدل، وذلك بعد ظهورها مؤخراً في حفل أوسكار العالمي مرتدية فستاناً أسود يحمل أسماء 19 من المحتجزات في القطاع، حتى تذكر العالم بأنهن ما زلن محتجزات على حد تعبيرها. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها سارة دعمها للكيان، إذ ظهرت في وقت سابق في إحدى المستوطنات وتصريحات لا تنتهي صدرت منها تؤكد دعمها وتعاطفها معهم رغم كل الانتقادات التي تلقتها بسبب هذا الأمر.